لا ما اعرف انا اسمي، بس اسمه لبوغيت من 1983، ما ادري فلاش ما يبين. خلني اسال جوجلتي الحين، جوجلتي تساعدني ما تقصر. يلا خلنا ترجمة اللغة الفرنسية. ليش لا يمكنك الوصول؟ ترجمة اللغة الفرنسية. لحظة خليني أطور على الصوت. يس اي ام جوجل اسيستنت. يلا جوجل ترجمة. روحي لجوجل. لا يا بغيت استغفر الله. زين صدق فيني نقص حنان قوي. ها زين يدوي يدوي خلي يب يا خليني لو سمحت. ما لا يبغى اروح جوجل العادي. انا ابي انطق هذه عدل. ترانزليت. طيب انجلش. انا لو كتبت فرنسي هو بيفهم الناس ان ابي فرنسي. لا اوه شوف حط هذه ابي ال العادية. جيت. طيب ترجمة عربية. ها الرغيف الفرنسي، يعني نوعية الرغيف الفرنسي. طيب شلون ينطقونه؟ انا الحين راح احاول يعني انطق بنفسي، اقول لا بوغيت. خلينا نشوف. لا باجيت. لا بوغيت كأنك بوسة كذي. والله هم كله تقول زرازي عز الله لغة البلابل، لأن كله ما دين بوزهم. لا بوغيت يعني على نهاية الشفايف. نقول بسم الله النفس. يلا جاهزين لا باجيت. يلا نشوف الحين. لا بقي اوهو هذه تهبل كيكة البرتقال. أبي أقول لذيذ جدا بالفرنسي. ضايقها من قبل لا تطنزون، يقول مسرع بقراطيسها ومدحها. أبي أقول لذيذ جدا بالفرنسي. شنو؟ ديليسيو. ديليسيو عز الله انه ديليسيو. نشوف شنو هذا بعد. من اي شركة؟ لوبوغي. كلها خبصة كذي بس يعني سوالف. هذا ديليسيو واحدة كبيرة، وهذه ديليسيو طوالية. يهب حليب بالثلج، عاشت المراعي، وقلاصش كبرى، وبشغل فيه. لا تنسى أن تكرمني باللايك بالتعليق الإيجابي والمتابعة.